اليوم الشيف الهادي صباح الخير بعدا. صباح الخير وصباح الخير النساء ديال المغرب وصفه مغربيه للنساء المغرب اليوم ياك؟ لا الوصفه للرجال باش يعاونوا النساء المغربيات. برافو عليك، ما عندي ما نسالك، علاش نحتاج في هذه الوصفه اليوم؟ غادي ندير لي سكون كما ذكرت ديك الاخت براده، وعدتها انني ندير لها لي سكون، ولكن لي سكون اللي غادي نديروهم اليوم يعني غادي يكونوا ساهلين. انا نقصت فيهم بزاف الحوايج كما قالت سي نبيل العياشي، ما خصناش نبقاو نقلبوا في الانترنت ونقولوا راه هذيك، نحاولوا ما امكن نردوا البال، لان كان شي حوايج في الانترنت حنا ما عندناش في المغرب. غير التذكير لي سكون هما اللي تيمشيو مع اتاي عند النقلزه بطبيعه الحال. هاد لي سكون نورمالمون هما دي سكوتيش، كاين اللي كيقولوا داتش الهولنديين، ولكن لي سكون هما واحد النوع ديال الخبز. قبل ما تتبان هاد الخميره اللي تنديروا دابا ديال الحلوه، داكشي هما كنديروا غير بالخبز، يعني الخبز والحليب وسميتو الزبده، ولكن ملي تطورت الامور بداو كيزيدوا فيه الخميرات، يديروا فيه شويه السكر كذا. وخصك تعرفي هاد لي سكون هادو راه كاين كي تقريبا واحد 70 المليون ديال الدولار اللي تورن اوفر اللي تيدور في العام بالنسبه لهذا البيزنس هذا، يعني لهم اقبال كبير. اقبال كبير، تنحتاجوا لجوا واحد 375 غرام ديال الدقيق الفورس كما قلتي، وعارف كما قلتي لي الفورس راه سي فغي، هي كانت فيها اير فورس اير فورس امريكان اير فورس، ولكن هي كاين واحد لو سكري اخر. تندير واحد 85 غرام ديال الزبده، هذا الفورس نورمالمون هو تاعيتو بالانجليزي سيلف رايزن فلاور، تتكون فيه بعض المواد اللي كتساعد في الكيكس ولا كان في الحلوى، ولا كان لي بروتيين ديالو طالعين، يعني طالعين هادوك كنستعملوهم الخبز، تنستعملوهم الحوايج اللي كيكونوا شي شويه قاسحين، اما الا كان ناقص تنستعملوهم الحلويات. وما في غالب الامر بحال في اوروبا وبعض الدول تيديروا فيهم الخميره ديال الحلوى، تتساعدك باش تطلع الحلوه، وهما باش كنلقاوه بيض بزاف تيستعملوا فيه مواد كيميائيه باش كترجع لينا ديك البيوضيه. هادشي شحال هادي؟ شحال هادي ودابا والله اعلم، باقي بيض ما بقاش نقول شي حاجه اكثر من هادشي هذا. المهم تنديروا هكذا، تنديروه بحال الكسكسو، تنبقاو نديرو بحال الكسكسو كما قلت 375 غرام ديال الدقيق، وتندير واحد 85 ديال الزبده، تكون ديال لا تومبيراتور نورمال، تنديرو هكذا بحال الكسكسو، تنبقى يترمل داكشي علاش بغيت نرمل لهم بيديا باش تبان لهم النتيجه. ابغي تنهز ثلاثه العواشق ديال السكر اللي تيكونوا مخلطين بلافاني، لان هذا ما خصناش نسبقوا مثلا السكر ونسبقوا تاع الحليب ونديروا، خصنا نمشيو بهذا لا بيريود بهذا يعني هذا التسلسل هذا، نديروا الدقيق نديروا الزبده ونديروا السكر حتى السكر ما تيبقاش يبان، ومن الاحسن نحاولوا نديروا السكر ديال الحلوى، لان كان ذاك السكر اللي كيكون شويه قاسح هذاك ملي تيدخل الفران تيقصح شي شويه تعطينا ان سيروب تتجي لنا العجينه شويه قاسحه. دونك تنديروا هذا الشيء، تنزيد فيه شويه واحد العاشق ديال الخميره ديال الحلوى، تنجمعها بحال هذا الشكل هذا. ابغي تناخذ بيضه كامله، دابا الا بغيتي تعاونيني بواحد 200 مليلتر ديال الحليب شويه بشويه حتى نجمع العجينه، تنجمع العجينه بحال هذا الشكل هذا. صافي، هي نورمالمون ما خصهاش تعجن بزاف، خصها تعجن غير واحد شويه، تجمع خصها غير تجمع وصافي، بحال اللي تنديروا لاباتيسغي، لان هي هذه من السلاله ديال لاباتيسغي، دونك خصنا غير نجمعها واحد لا غير بشويه حتى نجمعها شي شويه، لان مع الليكات وداك الشيء نجمعوها بحال هذا الشكل هذا، تقدر تجي لي واحد شويه عافاك. صافي، دونك ملي تنجمعوها هي من نورمالمون تخدم باليد مزيان باش تساعدك، وي لان الليكات تيلصقوهم، لان باقينا نوريو الخدمه ديال هيه. دونك نكتفيو هذا، نجد على خاطرك اختي سميره هزي هذا، تنحط هنايا، حنا موالفين تنخدمو غير باليد، صعيب باش تخدمي بالليكات، دونك نحيدو الليكات بحال هكذا، نجمعو العجينه ديالنا بحال هاد الطريقه هادي، ونحاولو ما امكن ما نعجنوهاش بزاف، تمشي لنا غير بهاد الطريقه هادي. وهنا كان واحد لو سوكري باش خصنا نعرفوه، ان الطريقه باش كنطيبوه راه تختلف، خصنا نديروه في الفران واحد 180 درجه، وهاد اللاطه هادي خصنا تنديروها بالزبده والدقيق وتنخشوها في الفران عاد تنجبد، تحمر شي شويه داك الحين، تحمر شي شويه ياه، تنهزوا ليمون بحال هاد الشكل هذا وتنحطوهم، يعني الطريقه سهله
الطريقه هذا. يعني هو بسكوي شبيه بالخبز شي شويه ياك يعني. طاهر بالخبز لان في الزمان كانوا يديروا معاهم الخميره ضد الدار هكذاك الطريه طريه. دابا فاش طوروا هذا الشيء هذا داروا معاه سميتو دونك نديرو هكذا وندخلوه للفران فتي من الداخل فتي بزاف ونورمالمون هما كي كيسربيوه نوريك واحد الطريقه فاش تيسربيوه. دونك فاش كندخلوه للفران خمسة كيبقى 15 ماكسيموم 15 دقيقه بين 8 حتى 10 دقائق. دونك تنهزو بسكوي بحال هذا الشكل هذا لذيذ بزاف. هي باش كتكمل كتقطع تفتحي بحال هكذا هنايا تنديروا له هي اما لا كريم نديروا لا كريم بحال هذا الشكل هذا وتنديروا له شويه ديال الكونفيتور ديال لافريز. الكونفيتور لافريز موجود دابا ولا دقتي هكذا الاخت سميره غادي يبان لك اولا تديري معاه الشوكولات تديريه بزاف الحوايج وتنقدموه للدراري فوق اتاي ونحاولوا ما امكن نديروا معاه اتاي مغربي. شكرا لك شكرا لك شيف نهدم قمعنا اللحظه غادي نمشيو عند ليلى حديو فخرة الموضه.